عن هذه الكنيسة وعن موقعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات والذكريات والسلطان ودوس الحياة والعقارب وخلق وقت عادل. وأيضا فلنسأل الله لضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك، كل المواضع وكل ديرات ابائنا الارثوذكسيين يا رب. كل مدينة وكل قرى والقرى وكل زينة نجينا كلنا من الغلاء والوباء والزلازل والغرق والحريق وسيف البربر ومن سيف الغريب ومن قيام الغراطقة. أيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبو ربنا وعلى من خلصنا يسوع المسيح، نسأل الله من صلاحك محب البشر. اصبر يا رب صلوا من أجل هذه الكنيسة المقدسة واجتماعاتنا يا رب ارحم. لن تكون لنا بغير مانع ولا أقصاك مشيئتك المقدسة قضاوية في الصلاة في الطهارة في البركة. أهلا بها يا رب لنا لعبيدك الآتين بعدنا إلى الأبد. عبادة لو تم بالتمام اطلع من العالم الشيطان وكل القوات الشريرة اسحقهم واذلهم تحت أقدامنا سريعا. الشكوك فعالية ابطلهم واستنقذ افتراقات فساد البدع أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان ولا نزل لهم. حل تعاظمهم عرفهم ضعفهم سريعا، ابطل حسادهم وسعيهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا يا رب. اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورات اخي توفى يا رب ارحم. ايها الرب الاله تتفرج جميع اعدائك يا رب من قدامك كل مضي اسمك القدوس. ¿Qué te parece?